ضربة ركنية تاني وصبر تاني وركنية تاني وضربة الراس والهدف الأول لنادي حرس الحدود. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، ويكلل جهوده بضربة راس هايلة جدا جدا، والكرة لمست فيه. لكن أول كرة ينزلها خالد ربيع، وادي بينية حلوة. الطاوي الطاوي قطها الطاوي قطها، يا سلام يا سلام. أول لمسة لخالد ربيع، وادي بقى الطاوي انطلق وعلى طريقة ماسك الهوا بإيديا محمد. تلعب على طول داخل المنطقة والتسديد، هوبا عملها القناص، خلصها الهداف، هداف نادي حرس الحدود يا ابني، هداف رائع يا ابني. أحمد حسن مكي، نسيت أقول لكم ده